أزرع. إجمالي المساحة المنزرعة في المزرعة في الشركة 410 ألف فدان. وإحنا ما بدأنا يا فندم في الشركة الزراعة النظيفة. الزراعة النظيفة بمعنى أن مدخلات الزراعة بالكامل لابد من المرور على مراكز البحوث الزراعية وإدارة التقاوي. وعشان كده يا فندم إنتاج المزرعة إنتاج متميز في جميع الزراعات. إجمالي أنواع الزراعات يا فندم للشركة بتزرعها زراعات استراتيجية وباقي أنواع متعددة من الزراعات الأخرى. القمح جاري يا فندم الآن حصاد ما يزيد على 300 ألف فدان قمح في شرق العوينات 146 ألف فدان وفي توشكا 150 ألف فدان وفي عين دلة 4000 فدان وفي الفرافرة 4500 فدان وده يا فندم بحقنا إنتاجية من 700 إلى 750 ألف فدان طن يا فندم. أيضا فندم المستهدف هذا العام إضافة 230 ألف فدان وده فندم عن طريق في العوانات 30 ألف فدان وفي توشكا 200 ألف فدان هتصبح إجمالي المساحة فندم 530 ألف فدان وده حالي إنتاجية ما يزيد على مليون طن قمح.